السادسة مساء وحلقة جديدة من استديو الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا، وكالعادة نبدأ حلقتنا بالقضية. مشاهدينا الكرام، عمليات الغش في المباني السكنية التجارية أصبحت في كل منبر يحذر منها، فبعض الذين اشتروا منازلهم من شركات أو أفراد عاشوا معاناة صعبة نتيجة تسربات المياه ووجود تشققات في الجدران وغيرها من المشكلات التي تشكل خطورة عالية على ساكني المنازل. تفاصيل أكثر في التقرير التالي، ثم نتحدث مع ضيوفنا الكرام. غش بعض المقاولين في بناء المنازل، قصة معاناة يرويها مواطنون متضررون بعد مشوار طويل لشراء منزل العمر. صدمة أصابت بعض المواطنين حيث تفاجأوا بوجود ما لم يكن بالحسبان، تصدعات في ثنايا المنزل وتشققات في الأسقف من ناحية وانخفاض لمستوى الأرض من ناحية أخرى، إلى كل ذلك من مسلسل عنوانه الغش. البعض لم يكن يتخيل أنه سيغادر منزله الجديد حفاظا على حياته، حيث تم تسجيل بعض الحالات لمنازل جديدة تم إخلاؤها من قبل المديرية العامة للدفاع المدني. مسلسل المعاناة يستمر، لكن السؤال الذي يؤرق المتضررين: من سيعوض خسارتنا ويحمينا من غش بعض المقاولين؟ هذه هي القضية اليوم مشاهدينا الكرام، والحديث عنها معي ضيوفي في حلقة اليوم. في الاستوديو هنا المهندس تركي الحصيني، مستشار هندسي. حياك الله مهندس تركي. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. أيضا المحامي الأستاذ سلطان العنيزي، حياك الله أستاذ سلطان. أهلا وسهلا، مرحبا. حياك الله. أيضا يلتحق بنا من الدمام المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. حياك الله مهندس أسامة. يا أخي الله، شكرا على الاستضافة. أيضا سيلتحق بنا إن شاء الله دكتور بسام غلمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين من جدة. نبدأ معك مهندس تركي الحصيني، يعني اليوم شاهدنا هذا التقرير وشاهدنا ما يحتويه من مشكلات. لماذا نتكلم اليوم عن هذا المشكلة، وما هو التحذير الذي نود أن ننبه الناس عنه؟ أولا شكرا على الاستضافة. طبعا الغش في المباني السكنية منتشر بشكل كبير الفترة الماضية، ولاحظ بالعشر السنوات الأخيرة انتشر بشكل كبير. عدم وجود رقابة، المقاولين لا يلتزمون بالاشتراطات، اشتراطات المباني، الملاك نفس الشيء، أي واحد يقدر يبني بدون أي اشتراطات، بدون عقد، بدون مواصفات. كثير من الأخطاء شاهدناها في المباني، أخطاء كارثية، إما بسبب عدم علمه بالبناء أو عدم استشارته، أو يعني يستشير مهندس متخصص في المباني للإشراف على الخرسانة وغيرها. المشاكل اللي شفتها المباني تتضمن يعني عدم الدفن على الطبقات أو مشاكل إنشائية، مما يحدث فيها تصدعات المباني وبعضها آيل للسقوط. جميل. يعني مثل هذه المشكلات، يعني أذكر أنه جلسنا تكلمنا تحت الهواء مهندس تركي، وذكرت لي أنه يعني في عماير كان لها سنوات صحيح، بعدين بانت هذه المشكلة بعد 30 سنة مثلا، الآن سنة سنتين تبان هالمشكلات. صحيح، سنة أو سنتين، لأنه أصبح الغش الفترة الأخيرة بشكل كبير. يعني أولا كانوا يعني تقدر تقول يطبقون شيء من المواصفات، أما الفترة الحالية خلاص يعني صار الغش عندهم يجري في دمائهم الظاهر. يعني المطورين أو بعض الملاك اللي يبني ويبيع الفلل، صارت عملية الغش أسهل. والربح البحث عن الربح السريع في المباني، كل ما قصر المدة وخفف الاشتراطات وغش بالحديد والإسمنت وعدم التسليح بطريقة ممتازة، أصبح المشاكل تظهر بسرعة كبيرة. يعني ما نستطيع نقول أنه هو المسؤول الآن على هالمشكلة الآن؟
المسؤول هو المالك اللي يبني الفيلا، يعني المفروض هو المسؤول، لأن السوق سوق البناء سوق كبير لا يوجد عليه رقابة للأسف. يعني أي أحد يستطيع شراء أرض وتوقيع عقد مع أي مقاول ويبني الفيلا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فهو المسؤول الأول، هو اللي يتحمل المشاكل التي تحدث في الفيلا. فالمفترض أنه يقدم ضمان للمشتري أو يضمن الهيكل الإنشائي أقلها 10 سنوات، وهذا الضمان لا يعني تطبيق الاشتراطات والكود السعودي أبسط ما يكون، وهي توفر على المالك ولا الاعتقاد أن الكود يرفع التكلفة أو يزيد المبلغ التكلفة، هو بالعكس اشتراطات بسيطة تطبق ويعطي المالك ضمان 10 سنوات. هذا هو الكود السعودي. الكود السعودي جميل، احنا بنتحدث عنها اكثر، بس بتوجه لضيفنا في الدمام المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. مهندس أسامة، يعني اليوم احنا نتحدث عن مشكلة موجودة يعني يلاحظها الكثير، يعني عندما يتم شراء منزل او شقة سكنية والى اخره، يعني وش دوركم في هالموضوع والخلل، اين هو مكمن الخلل تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكركم على استضافتنا، وحقيقة في هذا الموضوع الهام واللي يؤثر الكثير من 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 أبنائنا وشبابنا المبتدئين. المشكلة حقيقة يعني لها أبعاد كثيرة، ومنظومة العمل في قطاع المقاولات أو في قطاع المقاولات بشكل عام تتدخل فيها أكثر من جهة، يعني سواء كانت من جهة تصميمية هيئة المهندسين ومتابعتها لمخرجات المكاتب الهندسية والإشراف عليها، وجهات يعني ترخص سواء كانت البلدية أو غيرها، وجهات تضبط المواصفات سواء كانت الكود السعودي من خلال مواصفات المقاييس. الهيئة المقاولين أكيد هي المنظمة لهذا القطاع. هيئة السعودية المقاولين بدأت من 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 أقل من 2 سنوات، ولازلنا طبعاً إحنا لازلنا في إنشاء وخلق الجسم الأساسي للهيئة، وبالتالي إحنا بدأنا فعلاً في خلق بعض توضيح هذه التحديات ومناقشتها وخلق مع الجهات المعنية تكلمنا عنها، وبالتالي خلق عمل بعض المبادرات التي تستطيع أن تغطي هذه الجوانب. طيب وش أبرز التحديات اللي تواجهكم؟ طيب أبرز التحديات، شوف يعني خلينا نسهل الموضوع. جميل. يعني إحنا ما نبغى نتكلم عن غش أو حد يحاول غش أو كذا، إحنا خلينا نتكلم بالظروف الطبيعية. أي سوق غير منظم المتوقع أن تحدث فيه مشاكل. هذا طبيعي بحسن نية أو حتى بسوء نية. بالتالي أنا إذا كان في مقاول يعني مثلا مخططات غير منضبطة ولا فيها الحد الأدنى من المواصفات أو المواصفات أو الهندسة القيمية أو التحديد الكميات بحيث أنه يستطيع أنه يتأكد العميل أنه المخطط واضح ويقدر يسعر عليه ويحقق له الحد الأدنى، وجهة واضحة للمتابعة والإشراف تبدأ مراقبة العمل وملزمة، مش إشراف صوري، احنا نتكلم عن إدارة مشروع. فبروجكت مانجمنت، نظام إدارة مشروع، تأتي من بداية من أول فكر تحديد احتياج المستفيد، ومن ثم الدراسة معاه، ومن ثم اختبارات الدربة، ومن ثم تأتي مرحلة تأهيل المقاولين واختيار الأصلح منهم ووضع العقود، والعقود هذا كمان جانب أساسي وكبير، ومن ثم رقابة التنفيذ، اختيار المقاول الذي معتمد اللي الهيئة السعودية المقاولين اللي ستكون عملت له تصنيف بحيث يظهر مدى أداءه عند الحد الأدنى من التأهيل. وبالتالي حتراقب هذا الكلام أثناء سير العمل، حتنتهي على الأغلب على منتج يكون يحقق المطلوب منه، سواء على مستوى كعمليا وفنيا. طيب جميل، احنا اليوم تذكرت مهندس أسامة انه في عندكم تصنيف للمقاولين، وش هالتصنيف؟ احنا حقيقة الهيئة الوكالة العامة لتصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية الآن تقوم بتصنيف مشكورين، تقوم بجهد جيد جدا بتصنيف المقاولين الذين يعملون مع قطاع الدولة،
وكذلك بعض الشركات الكبيرة مثل أرامكو وسابك وغيرها تصنف المقاولين حسب مقدرتهم وكذا. أما القطاع الخاص للأسف لا يوجد من يعني من يراقب أو يحدد مستويات وقدرات كل واحد. إحنا نتكلم عن تصنيف بمعنى تحديد قدرة كل شخص. إحنا الآن كل واحد أي أحد عنده سجل لا حق إنه يأخذ مشروع سواء فيلا أو حتى قصر أو واتفر. ما في الحد الأدنى. إحنا نتكلم عن تصنيف تحديد الحدود الأدنى يعني مفروض إنه يكون مثلا مقاول عام لازم عنده الحد الأدنى متطلبات سواء كانت على مستوى الخبرة أو على مستوى العمالة أو على مستوى. جميل. إذن هناك غياب للتصنيف تسلم المشاريع لمقاولين غير مصنفين. طيب هذا 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 اللي حاصل الآن. ما في أي ضبط فيها. جميل. وبالإضافة إلى طبعا لعقود للأسف غير يعني منضبطة وبالتالي الخروج من العقد أو المخارجة من العقد دائما فيها مشاكل كبيرة. هذه مشكلة أيضا ثانية بنتكلم عنها موضوع العقود. بس نتوجه إلى جدة معنا الدكتور بسام غلمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين. حياك الله دكتور بسام. يعني ذكر الدكتور أو المهندس سام العفالق أنه يعني مخرجات المكاتب الهندسية ودور كبير عليكم أيضا في الهيئة السعودية للمهندسين. هو بالتأكيد ما في الشك، بس أنا إن كان تسمح لي بس أبدأ بإيضاح نقطة مهمة جدا. الغش وسوء المنتج أو سوء المخرج هذا يعتبر هو الاستثناء. الأصل والأمر الطبيعي إنه الأطراف المشروع اللي هم المالك والمصمم والمقاول والاستشاري المشرف، الوضع الطبيعي إنه كلهم يكونوا حريصين جدا على جودة المخرج وعلى جودة المنتج وعلى حسن إنتاج أو إخراج العمل بالصورة المطلوبة والصورة المحققة لأهداف الكل. أما إذا ظهر خلاف ذلك فلابد من تحديد الجهة المسؤولة. كل طرف من الأطراف الأربعة هذه عليه مسؤوليات. المالك مسؤول عن توفير السيولة اللازمة للتنفيذ وعن حسن ومسؤول عن حسن اختيار المصمم والمقاول والاستشاري المشرف. نعم. المصمم أيضا مسؤول عن حسن إعداد التصميم ومراعاة الكودات أو المعايير أو الستاندردز العالمية والمحلية الضامنة لحسن جودة المخرج. المقاول أيضا مسؤول عن الالتزام بالتصاميم وعن تنفيذ العمل بالصورة المطلوبة وفق المعايير والأسس وأصول المهنة. المشرف أيضا الاستشاري المشرف مسؤول أيضا عن متابعة الأعمال وضمان تنفيذها من قبل المقاول وفق ما قام بإعداده المصمم. صار العملية الآن منظومة متكاملة. ما نقدر نرمي بالضبط، ما نقدر نرمي الكرة في ملعب أحد الأطراف ونقول والله هذه مسؤولية المالك أو مسؤولية المقاول أو مسؤولية المصمم أو مسؤولية المشرف. كل طرف من الأطراف مسؤول في الحلقة هذه أو في الدائرة هذه عن جودة المخرج. لكن الضرر اللي نتكلم عنه المنتج اليوم دكتور بسام، يعني من اللي يتحمله من هذه الأطراف اللي ذكرتها؟ والله شوف، وكيف نقدر نشخصها؟ كيف نقدر نقيمها؟ يعني بالضبط هو التقييم والتشخيص هذا هو الخطوة الأولى. يعني الخطوة الأولى قبل الحديث بإسهاب عن من المسؤول وكيفية حل الإشكال أو كيفية تحمل المسؤولية أو تبعات الأمر الحاصل أو الخلل الحاصل، لابد أن نتحدث عن إيضاح الخلل وتحديد المسؤولية أو الطرف المسؤول. الهيئة السعودية للمهندسين وفق نظامها الأساسي كما يعلم الجميع الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 36 في عام 1423، الهيئة السعودية للمهندسين هي المسؤولة عن المهنة وعن ممارسي العمل فيها. بمعنى آخر، من أهم أدوار الهيئة الاستراتيجية هي مراقبة الممارسات المهنية وتطبيق أي عقوبات أو جزاءات أو غرامات على الطرف المخالف. سلطة الهيئة تتمحور حول طرفين من الأربع الأطراف اللي ذكرناها. سلطة الهيئة تتركز على المكتب الهندسي المصمم، وتتركز على المهندس المشرف بالأخص إذا كان عضو في الهيئة السعودية للمهندسين. فمتى ما ثبت إنه الخطأ أو الخلل ناتج عن سوء عمل أو سوء إنتاج أو عدم إجادة
من قبل المكتب المصمم أو المهندس المشرف، فبالتالي ستطبق يأتي العقوبة. دور الهيئة لإظهار الخلل هذا وتقدير العقوبة الواجب اتخاذها على الطرف المخطئ. أما إذا كان الخطأ من طرف المقاول فالهيئة السعودية للمقاولين هي البيت الحاضر للمقاولين، فبالتالي هي الأجدر وهي الأولى بالنظر في الموضوع وإقرار ما يتطلب الأمر من عقوبات أو جزاءات. جميل. طيب قبل ما أرجع لك مرة ثانية دكتور بسام، مهندس تركي الحسني إذا كان لك تعليق على ما ذكره ضيفينا سواء مهندس أسامة أو الدكتور بسام، كل واحد الآن بين دوره كجهة. دكتور بسام ما قصر تكلم أنه يعني فيه المشروع، فيه الاستشاري والمالك والمقاول مشتركين بالمشروع، لكن اللي حاصل بالسوق بعض المشاريع أو بعض الفلل تبدأ وتنتهي ما في إلا مالك ومقاول، ما في إشراف، في غياب المكتب الاستشاري، في غياب عن في غياب، ما حد يجبر أن المالك أنه يتعاقد مع مكتب هندسي حتى يشرف على المبنى. ما في جهة تطالب المالك بضمان أو مهندس مشرف على المشروع، هذه هي المصيبة. هذا يسوي لهم أعباء كبيرة. أي يسوي لهم أعباء، وهو المشكلة يعني تخيل المهندس المشرف على الهيكل الإنشائي هو أهم شيء، مبلغه بسيط بالنسبة لتكلفة العظمة وتكلفة المبنى كامل. فأنا اللي شفت كثير من الفلل يبدأ المشروع ينتهي ما فيه إلا المالك والمقاول والحارس، هم الثلاثة بالمشروع ذا. مسألة كأنهم هم متحكمين في السوق، هم اللي متحكمين. أنا يعني السؤال اللي حاصل بالسوق أنه في بناء شخصي، أحد يعني المواطن يبني لنفسه، أوكي هذا ما عندنا مشكلة، إن شاء الله نبي يهتم بالبيت. لكن المشكلة والمصيبة مع المطور أو مع المطور الصغير، أنا ما أسميه مطور، أسميه مدمر. يعني هو استثمر بعض المبالغ في تجارة الفلل، أنه يبني بأقصر مدة وحصل له مقاول يمشي على كيفه، يأخذ مخطط من أي مكتب، لا يوجد رقابة، يشتغل على كيفه، فينتج فلل فيها مشاكل كثيرة. والمصيبة أنه المتضرر المواطن، لا في جهة رقابية تراقب هذا السوق الكبير اللي انتشرت فيه الفلل المتصدعة بشكل خطير. أنا اليوم زرت فيلا لأحد المواطنين مشتريها من سنة ونص 1,400,000 وطلعت عليها 1,900,000 عن طريق البنك. فيها تصدع وفيها بروز 3 متر نازل وهبوط بالحوش، فيها مشاكل كثيرة. يعني حتى ان الرجال يعني ما يعني يبغى يأثث، يبغى يسكن وخايف، وامس الدفاع المدني طلع للفيلا بسبب تساقط بعض الواجهة عنده. وهذا نموذج من نماذج موجودة، هذا نموذج واحد من نماذج كثيرة زرتها. انا عندي 3 مشاريع الحين جالسين نعالجها. واحد ان الفلل فيها هبوط كامل حيكلف 100,000 ريال، تخيل، وهي ما لها 4 سنوات. احدى الفلل نفس الطريقة فيها تصدعات خطيرة، وفيها سوينا فيها تدعيم للهيكل الإنشائي بالحديد. فسوق كبير ما في رقابة ولا في إشراف، هذه طيب مصيبة. دكتور بسام ايش رأيك في الكلام؟ هل فعلا يعني اللي متحكم الآن في السوق هو المالك فقط والمقاول وغياب، يعني هذا كلام اللي قاعد يقوله تنظير؟ والله شوف صراحة صعب بلغة يعني الأرقام أن نعم صعب بلغة الأرقام تحديد نسبة يتحملها طرف زيادة على طرف آخر. لكن وجهة نظر شخصية تأكيدا لما ذكره أخي الفاضل هو أنه المالك هو اللاعب الأكبر في المنظومة. يعني المالك هو من يتعاقد مع المكتب الهندسي. طبعا هذا الشيء يتمثل في البنوك، والمالك هو من يعني يتعاقد مع المقاول. اي طبعا انا بتكلم المالك، ممكن يكون المالك فرد، ممكن يكون المالك جهة، ممكن يكون المالك شركة، ممكن يكون المالك مستثمر مؤسسة. الى اخره. فكون انه المالك هو اللاعب الاكبر في المنظومة، فبطبيعة الحال هو يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية. هو يقع عليه دور اختيار المكتب الهندسي المصمم، وهو يقع عليه دور اختيار المهندس المشرف، وهو يقع عليه أيضا دور اختيار المقاول المناسب. طيب إذا ما اختار هذا الشيء، إذا المالك أساء، هذا اللي كنت حوضح الآن، إذا أساء اختيار طرف من الأطراف الثلاثة الأخرى، فبالتالي يكون مصير المشروع الفشل والتعثر أو سوء المنتج أو سوء المخرج النهائي زي ما تفضلت وذكرت قبل شوي. طيب عندما أؤكد على ما ذكره أخي الحبيب وعلى ما علقت عليه أنت وذكرته، إنه المالك في نظري أنا، وجهة نظري الشخصية، هو يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عكس ما يعتقد كثير من الناس. الدارج والمألوف عند الناس إنه للأسف الشديد مشروع متعثر، مشروع متأخر، مشروع متعطل، مشروع
سيء على طول تشار أصابع الاتهام للمقاول دون البحث في الأسباب. إذن المالك وهذا الصراحة تجني على المقاولين. إيه لديه يعني الصلاحيات الكاملة في هذا الموضوع. طيب برجع لك بعدين بالتأكيد. دكتور بسام ناخذ الأستاذ سلطان العنزي المحامي. أستاذ سلطان يعني ما أدري إذا كان عرض عليك حالات أيضا نفس هالشيء يعني مواطنين متضررين كيف برأيك يلجؤون إلى من يحل مشكلتهم؟ طبعا اسمح لي أعلق على كلام الأساتذة المستشارين والمهندسين في الهيئة ويسمحوا لي أن أقول لهم أن الكلام اللي قالوه هذا كلام كله نظري. على الواقع تكفي الصور اللي موجودة الآن على الشاشة أنه لا يوجد أن هذا الكلام شيء على الواقع نهائيا. الإشكالية تبدأ ووجهة نظر الشخصية حسب القضايا التي مرت عليه كثيرا تبدأ من الأرض من المقاول من المطور الذي طور الأرض وباعها للمالك أو للمواطن وهي غير صالحة للسكن. إما أنها أرض مدفونة أو أرض في منطقة سيول أو أودية ودفنها ثم باعها وأخذ الترخيص من الأمانة على أنها أرض صالحة للسكن. ثم يأتي المالك ما عنده مشكلة يشتري منها على طول. المالك لا يعلم يأتي المواطن يريد أن يسكن وهذا متطلب أساسي في حياة كل إنسان. يريد أن يسكن يريد أن ينتقل من الإيجار إلى الملك ولا يعلم بجغرافية هذه الأرض. الذي يعلم بجغرافية هذه الأرض هي البلديات والأمانات التي صرحت في هذه لهذه المخططات أن تنتشر. ثم يأتي المقاول البدائي البسيط الذي ليس عليه رقابة نهائيا ويكتب عقد من صفحتين أو ثلاثة لبناء فيلا قيمتها 700 إلى مليون ريال وشروط عامة ومبهمة حتى أن القضاء يعجز في كثير من الأحيان لتفسير بعض العبارات أو الغاية والمقاصد من هذا العقد. وفي النهاية الخسران هو المواطن الذي سوف يتعطل سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يفصل القضاء في موضوع نتيجة عدم وجود معايير ثابتة واضحة عدم وجود رقابة صحيحة وقوية على المقاولين في وتلقى هذا المقاول يمسك عماير كثير والمقاولين هؤلاء مستمر في عمله والمقاولين هؤلاء مشكلتهم الأساسية أنهم غير مؤهلين أبدا وليس عليهم ومن اللي أعطاهم هذا الترخيص ولا يوجد تصنيف يضيف نشاط في وزارة التجارة مقاولات مباني وإنشاءات ب 1500 ريال وينزل إلى السوق ويبدأ يتعاقد مع الناس ويجزئ هذا المشروع أيضا إلى آخرين. إذن لاحظ ولا يأخذ المشروع بالكامل يأخذ الكهرباء ويعطيها الكهربائي السباك السباكة النجارة للنجار والحدادة للحديد والإسمنت طيب. بلوك ويجزئ هذا الموضوع طيب. الإشكالية في هذا الموضوع أن الجهات الرقابية لم تطبق بشكل صحيح رقابتها على هذا العبث الذي حدث في السوق والنتيجة على المواطن السعودي الذي يبحث عن سكن ملك. الإشكالية الثانية أيضا في هذا الموضوع ليست أيضا في العقود بل أن المقاول ليس مؤهلا حتى يبني هذا المنزل وتظهر لنا التصدعات ولا يمكن له أن يكتشف أن هذه الأرض صالحة للبناء أو لا لأنه معني بالأساس أن يعرف أن هذه الأرض صالحة أو لا حتى يبني حتى يكون بمنأى على المسؤولية صحيح. لأن قد تكون الأرض فيها منطقة دفان وينزل من ثقل البناء ويحدث تصدعات يعني بمعنى التصدع ليس بالضرورة بمكان يكون نتيجة سوء في البناء بل قد تكون سوء في الأرض نفسها نفس الأرض إيه؟ أين والمقاول إذا وجد أنه ما هناك رقابة وتشديد فيعني لم يسأل عن هذا الجانب طيب. النقطة الثالثة اسمح لي بس المهمة الجانب التنظيري اللي ذكروه الزملاء وأنا أرجو أنهم ما يزعلون من كلامي هذا الواقع ولهم حق الرد كل واحد حياخذ المقاول أي. الذي يعمل في السوق ليس عليه رقابة أي. ويشتري مواد رخيصة ويستعجل حتى ينتهي من المشروع حتى يدخل في مشروع آخر بل تجد لديه 15-20 مشروع ويوزع على المقاولين في السوق وفي النهاية يتم بيع هذا العقار إلى أحد البنوك والبنوك تبيعها إلى مواطن وتربط بعقد مدة 20 سنة وهو المسؤول عن ذلك. أنا الأسبوع الماضي كان عندي قضية أحد السيدات احترق منزلها نتيجة سوء تمديدات الكهربائية وحتى الدفاع المدني كتب تقرير أن القواطع الكهربائية لا يوجد فيها صمامات السلامة بحيث أنه كان فيه ضغط عالي أو منخفض يقطع التيار الكهربائي وأدى إلى احتراق البيت بالكامل قيمة 2,400,000 ريال وهي طبيبة في مستشفى خسرت مبنى سكن الذي كانت تطمح فيه من 15 سنة. طيب هذه المشكلة اللي فعلا احنا ودنا اليوم نحلها ان شاء الله ونشوف يعني اين مكمن الخلل بالتحديد. شباب جاهز معنا الاتصال بنرجع لك دكتور بسام بس معنا احد المتضررين ايضا في الغش في المباني الاستاذ بدر خالد. حياك الله استاذ بدر. الله يحييك.
أهلا وسهلا فيك. مساكم الله بالخير أخوي إبراهيم على ضيوفك على المشاهدين. حياك الله. اشرح لنا القصة اللي معك سيد بدر. والله القصة من البداية أنا احتيل علي يعني طريقة بسيطة جدا يعني. جيت من عند المالك على أساس إني أشتري البيت. طلبت منه الضمانات البيت. قال لي ضمانات البيت أنا ما أقدر أعطيك إياها إلا بعد موافقة البنك على على البيت. بعد الموافقة جيت المالك على أساس إني أطلب الضمانات منه. لقيت من البنك سلم الشيك للمالك وبعدها بدأ مشواري معهم. لا أعطوني ضمانات صحيحة. البيت بعد سنة من طبعا هذه الصورة اللي تعرض الآن على الشاشة هذه هي الفيلا الخاصة فيك أستاذ بدر. تفضل. مضبوط. أي. صارت تبعات عندي في البيت، صار عندي تسربات في الكهرب، مشاكل كثيرة ما عاد قدرت أحلها، خاصة أن البنك قاعد يخصم مني تقريبا 65% من راتبي. إيه. يعني وصرت بين نارين، سوء المنزل والسكن فيه، والمشكلة الثانية أني أنا ما أقدر أطلع في بيت ثاني استأجره. إيه. طيب الآن في تأمين من البنك على بيتك ولا ما في؟ والله في تأمين على البنك، بس تأمين البنك كان على الزلازل وعلى الحريق، ما يتضمنه التشققات أو ما يشملها. أي ما طيب يشملها. توجهت للبنك كلمتهم إيش قالوا لك؟ توجهت للبنك وقدمت طلب عندهم، وفي خلال ساعتين من تقديم الطلب جاني رسالة بالرفض. المشكلة أن في فجوة كبيرة بين المالك والمشتري والبنك. إيه. يعني أنا ما أقدر أضمن، يعني لا أنا ما أقدر يعني أضمن حقي من المالك زين، والبنك ما يقدر يضمن، ما يقدر يضمن حقي. يعني المفروض أنا يعني أنا شاري، يعتبر أنا شاري البيت من البنك. زين مفروض البنك يكون عنده جميع الضمانات. صحيح. حتى المفروض انه يعوضك البنك اصلا، يعني المفروض انه يعوضك. المفروض انه يعوضني البنك، بس البنك لا، بكل بساطه رفض الطلب على طول. يعني ما ادري وش ايش المشكله اللي صايره يعني. طيب نفس الشخص يا بدر اللي انت اخذت منه وشريت منه العماره، يعني ما كان في تجاوب معه؟ بعد ما شريت من البيت بعد شهر إيه؟ زين تغيرت أرقام جوالاته. مقر الشركة تبعهم إذا كانت قائمة تغير. يعني ما قدرت يعني أتواصل معه أبدا. ما قدرت أنك توصل له؟ ما قدرت أني أوصل. طيب. له. طيب رفعت شكوى في الجهات القضائية؟ رفعت شكوى في وزارة التجارة ورفضوا طلبي. ليش؟ ما أدري، قالوا هذه من اختصاصنا. إيه. يعني قالوا لكم إنها من اختصاص مين طيب يا بدر؟ أعطوك جهة معينة إنك تتوجه لها؟ من هم لا، ما وجهونا على جهة معينة ولا أي شيء. إيه يعني ما قالوا لك حتى وين تروح؟ ما قالوا لي أبداً وين أروح. طيب يعطيك العافية. جاني قبل يومين الدفاع المدني. إيه. وكتب تقريره. وقال على أساس إنه يحولها على البلدية. بس لحد الحين ما بعد صار أي شيء فيها. طيب. توجه للسؤال. إيه بس بعلمه يروح. تفضل. طيب إيه جميل. إحنا بنشكرك أستاذ بدر يعطيك العافية وتابعنا أكيد. تفضل أستاذ سلطان يعني زيد كان. أستاذ بدر مساك الله بالخير. صحيح وزارة التجارة غير مختصة، لأنها هناك جهات قضائية مختصة في هذا الموضوع، خاصة إن العلاقة القائمة هي بين البنك الذي باع لك الإيجار باع لك البناء بالإيجار منتهي بالتمليك، وبينك أنت.
وبالتالي هناك لجنة اسمها لجنة المراقبة شركات التمويل في طريق الملك فهد بالرياض، تقيم أمامهم دعوة تتظلم أو تشتكي البنك من هذا الإجراء، أنهم باعوا لك عقار بالإجارة التي بتمليك غير صالح للبناء، وهي التي تفصل في هذا العقد. الأصل أن إذا كان البناء غير صالح فإن العقد يعتبر باطل، لأن المبيع لا يمكن الاستفادة منه، صحيح، خاصة في ظل هذه التشققات وهذه الصور المؤسفة وهذا التهالك في هذا البناء. أعيد عليك، هي لجنة اللجنة التمويلية في مؤسسة النقد، عفوا في مبنى مؤسسة النقد في الرياض، سوف تجد هذا اللجنة تتوجه لهم، لديهم نموذج تعبي كل النماذج وتعطيهم كل البيانات، وسوف يقومون بمخاطبة البنك واستدعائهم وفتح دعوى قضائية ضد هذا البنك، مع يمكن يطالبون أيضا بالتعويض، إما بالتعويض إذا كان هناك إمكان للتعويض، أو إذا كان البناء غير صالح للسكن أو آيل للسقوط تسليم مبنى تعوض بإعادة المبلغ بالكامل، إبطال العقد بالكامل وإعادة كل مبالغ، وتوفر لك بديل، لأنهم عطلوا عليك فترة طويلة جدا. هي ست فلل برضه، ست فلل في المنطقة نفسها، نفس الفلة هذه ستة، نفس البناء ونفس طيب. بدر معنا، بدر خالد، طيب كم فقدنا الاتصال ببدر، احنا كنا بنسأل أيضا لأن هيئة المهندسين كثير من الطلبات يعني ترسل لهم من قبل المحكمة باعتبار أنهم خبراء، نلاحظ دائما في تقاريرهم أنهم يعني لا يفصلون في الموضوع، بل يميعون المسؤولية ما بين المصمم وما بين المهندس وما بين المقاول ما بين مالك العقار، ولا يمكنهم مع امتلاكهم خبرات وإمكانيات عالية جدا، إلا أن نلاحظ في كثير من تقاريرهم لا يستطيعون تحديد المتسبب في هذا الضرر، وهذه طيب. إشكالية أمام القضاء، لأن القاضي في النهاية أو المحكمة تريد أن تعرف من هو المسؤول، إما يكون مشتركا أو يكون منفردا. أنا برجع لك دكتور بسام، فهذه التقارير غالبا تكون، لحظة دكتور بسام بجيك الحين، بس يعني هذه التقارير غالبا تكون بهذا الشكل. القضاء السعودي يتوجه دائما إلى الفصل في هذه المسائل من خلال أحكام القواعد الفقهية وتحديد المسؤولية في عقد البيع إذا كان هناك بيع، أو عقد المقاولة باعتبار أنه من عقود الأشغال، ويفصل بمعرفة الأسباب، ويجب أن تكون الأسباب معروفة. الإشكالية الأخرى التي يواجهها أيضا صاحب العقار أو المالك أنه لا يعرف كيف يتقاضى، مثل الأخ بدر لا يعرف أن يتجه توجه لوزارة التجارة، يستطيع أن يعني يستفتي ويسأل منهج المختص حتى يتوجه مباشرة، وتصدر بعض القرارات المستعجلة في هذه المباني حتى حفاظا على سلامته وأمن أبناء. أكيد يعني. أكيد، وإحنا يعني أيضا يعني نشكر لك وجودك أستاذ سلطان، فعلا أنه في ناس كثير بحاجة أنهم معرفة أين يذهبون. مهندس تركي، بس يعني سؤال سريع كنت بوجه البدر بس أنه طلع من عندنا، موضوع الآن المقيمين الخاصين بالبنك، هل هم متواجدين؟ هل فعل في مقيم البنك يطلع يقيم قيمة العقار؟ وليس له أي علاقة بالحالة الإنشائية، وهذه مصيبة. قد لا يكون متخصص أيضا، غير متخصص، هو مقيم عقاري فقط وليس مهندس إنشائي. حتى لو أخوي إبراهيم تخيل تدخل فيلا خالصة مجهزة للبيع، لا تستطيع أن تعرف أي حالة إنشائية ولا كيف تم البناء ولا الردم، كل اللي بتشوفه قدامك أبواب ودهانات وزجاج وأنوار، كل شيء جاهز على أساس، لكن اللي مدفون هذا الكارثة، كيف دفنت وكيف طيب. إنشأت. الحين نترك المساحة للدكتور بسام، نسمع تعليقه على ما حدث. تفضل دكتور بسام. والله أخي الكريم، أنا بس أحتاج تترك لي مساحة كبيرة الله يحفظك، لأنه تفضل. لأن الأخ سلطان الله يعطيه الصحة والعافية، يعني كال كثير من اللوم والعتاب والاتهامات للهيئة، وما اعطيتونا مجال احنا نرد. لا الان المجال لك. اول لبس عند الاخ سلطان الله يعطيه الصحه والعافيه هو موضوع انه قولني اننا نظرت واتهمت المالك وهو يقصد المشتري. انا في مقدمه كلامي وضحت، قلت انه في اطراف، ووضحت قلت المالك هو المطور، المقصود بالمالك هو المطور او المستثمر أو المنفذ الفعلي أو الممول الفعلي للعمل. فالمالك في كلامي أنا غير المشتري. الأخ سلطان بيقصد إنه المالك بيعبر عنه أو بيقصد به المشتري. لا ما قاله. لا قلت أنا عكسه تماما. لا هو ما قال. هذا معنى كلامه ترى واضح كان.
هو الان امامي يقول ما قالها تفضل دكتور فهمتني غلط فأنا انت يمكن تحسس من كلمه تنظير لانه هذا الواقع بس والله ما اقصد شخصك ما اقصد شخصك في الكريم فأنا في المقدمه العفو 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 اخ كريم انا بس احتاج اني اوضح علشان برضو المشاهد يكون معانا في الصوره ويفهم خلفيات الموضوع بالكامل بعباره واضحه وبسيطه يعني أنا وضحت الأطراف أعيد وأكد أنا أقصد المالك هو المطور أو المستثمر لا أقصد بكلمة المالك المشتري طيب فلازلت أنا أؤكد أنه من وجهة نظري الشخصية أن المالك اللي هو المطور أو المستثمر هو من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في معظم الحالات النقطة الأخرى المهمة هو أنه أخي الحبيب سلطان برضو أشار إلى أنه الهيئة دورها أقل من المأمول هذا معنى كلامه يعني وإنه معظم الحالات أو معظم الردود أو التقارير التي ترد من الهيئة غير كافية أو غير مناسبة أنا اسمح لي أنا أختلف معه تماما إحنا بننظر في القضايا اللي مثل هذه بأربع صور مختلفة أو بأربع طرق أو بأربع استراتيجيات مختلفة أولا عندنا مركز اسمه مركز التحكيم الهندسي وش وظيفته؟ إذا كان خلاف إذا كان خلاف بين أحد الأطراف والاثنين متفقين على وجود خلاف ووافقوا على إحالة الخلاف لمحكم للنظر فيه والحكم فيه فإحنا حاضرين وعندنا مركز تحكيم متخصص للنظر في الموضوع أنا عارف أنه ما له علاقة بس أنا بوضح الآن الأربع الطرق المختلفة وبعد كده طيب نأخذها بشكل سريع المتضرر له الحق في اللجوء لما يرغب فيه من الأربع الطرق هذه الطريقة الثانية عندنا شعب هندسية متخصصة عندنا أكثر من 30 شعبة هندسية متخصصة تعمل تحت مظلة الهيئة شعبة الهندسة الإنشائية شعبة الهندسة الكهربائية شعبة الهندسة الميكانيكية بمعنى أنه إذا صار خلاف على مشروع إنشائي فبالإمكان إحالة الملف بالكامل للشعبة المتخصصة في الهندسة الإنشائية كلهم متخصصين في هذا المجال ويوافون بتقرير مفصل عن الوضع طيب الطريقة الثالثة ويحددوا فيه توصياتهم وإحنا نرفعها الطريقة الثالثة أنه عندنا مجالس فرعية في المدن الرئيسية بصورة ممثلين بسكيل أصغر أو بصورة أبسط في المدن عشان يكونوا قراب من المواطنين المكاتب الرئيسية في الهيئة للهيئة في الرياض وجدة والدمام والفرعية إذا كان المواطن عنده مشكلة مثلا في مدينة صغيرة أو في مدينة بعيدة عن الثلاث المدن الرئيسية هذه عندنا مجالس فرعية في أكثر من 16 مدينة حول المملكة فنحيل الملف بالكامل لهم وهم هناك يتكفلوا بدراسة الموضوع بالكامل وإصدار التوصيات الاستراتيجية الرابعة اللي احنا نحمي بها المواطنين من حالات الغش أو سوء المنتج أو سوء المخرج هي حملات توعوية وإرشادية كبيرة جدا يقوم بها يعني آخرها كان إصدار أصدرناه لو تكرمت بس تجيبوا الكاميرا علي كده وتشوفوا هذا إصدار اسمه سكنك حياتك هذا كتاب طبعنا منه آلاف النسخ وبنوزعه بالمجان على المواطنين طيب هذه الأشياء هل هذه الأشياء الطرق اللي ذكرتها دكتور بسام هل فعلا خدمت المواطنين هل في ناس كثير جوكم واستطاعوا أنكم يعني تنصفونهم تحاولون تعوضونهم عن هالشيء أثبت لك بلغة الأرقام إن كان موضوع التحكيم مركز التحكيم الهندسي 85 حالة خلال العام الجاري أحيلت للهيئة وأصدرت فيها توصيات ورفعت للجهات المختصة إن كان محاكم أو لجان أخرى أو جهات أخرى رقابية أو قضائية طيب. فإلا بيوصلنا بنبت فيه أما المواطن إذا ما وصلنا فيعني يعني ما هو ذنبنا إنه إحنا فاتحين أبوابنا والناس ما وصلونا لكن يعني أنتوا الباب مفتوحة يستطيع أي متضرر أن يأتيكم جدا 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 بكل سرور وبلا مقابل بلا مقابل طيب بنشوف تعليق أيضا المهندس تركي حسين إيش رأيك أنا صار لي 15 سنة بالسوق السوق مفتوح ما في أي رقابة عليه هذه المصيبة لكن يعني احنا جلسين نتكلم هم الآن يقولون إحنا قاعدين نعمل في الهيئة أنا السعودية أنا أشرفت على حالات كثيرة كثير أسر تدمرت حياتهم بسبب المشاكل
يعني واحد يروح راتبه يطلع قرض من البنك يتفاجأ أن البيت غير يعني صالح للسكن. أنا ودي أيضا أسمع صوت المهندس أسامة العفالق. يعني مهندس أسامة يعني يمكن أخذنا الحديث شوي عن الشؤون الهندسية والمقاول هو جزء لا يتجزأ من هذه القضية اللي نتكلم عنها اليوم. التراخيص اللي تعطى للمقاولين، المقاول اللي يمسك أكثر من عمارة وأكثر من مشروع في وقت زمني قصير، هذه الأشياء تحكمونها أنتم في الهيئة السعودية للمقاولين ولا لا؟ أول شيء بس ودي أعرج على بعض النقاط اللي ذكرت قبل شوي. إحنا في هذا يبدو إن إحنا الآن حديثنا كله مركز على ناس اشتروا بيوت جاهزة وحصلت لهم مشاكل. أي. وليس الموضوع أنه واحد بنى بيته والمقاول أساء التنفيذ وحصل فيها مشاكل. إيه؟ هذا قضيتنا اليوم أصلاً يعني. أي وهذا الجانب إحنا نتكلم إذن عن زي ما تفضل الدكتور بسام عن مطور يعني بشكل أو بآخر لم يقوم بعمله واللي مفروض أنه يقوم فيه ويبني بيت يحقق الحد الأدنى الفني والمعماري. ففي الحالة هذه إحنا نتكلم عن البيوت هذه أغلبها تبنى بناء على آلية وترخيص تراخيص يعني رسمية وأغلبها تبنى كمجمعات وليس كبيوت. كثير من الأخطاء يا أخوان ترى ما هي سببها إنه هذا قاصد إنه يغش. ما في إنسان عاقل يغش نفسه لأنه في الأخير حترجع عليه هو اللي حيتحمل كل الوزر. طبعا أنا ما أتكلم عن الناس اللي يهربون أو كذا، لكن في كل الحالات هو يتحمل هذه المسؤولية تحمل كامل. وزي ما تفضل الأستاذ محامي ذكر بصراحة فيه لجان مسؤولة ترجع عليك هذا، والمطور لما يبيع للبنك البنك يأخذ اشتراطات وضمانات معينة. فإحنا نتكلم عن حالات نادرة تحصل فيها اللي ما تباع من خلال هذه المنظومة ومن خلال الضمانات. اللي حاصل الآن هو سوء في منظومة العمل، بمعنى أنه لا يوجد إلزام بالإشراف ولا يوجد الإشراف الصحيح. وإحنا المصر على كلمة إدارة المشروع وليس إشراف. من المفروض يشرف طيب مهندس؟ ما هو دور يفترض أنه لما يكون في عندك إدارة للمشروع، يعني أنا جاي أبني بيتي أو أنا بنفذ مشروع استثماري، مفروض أني أنا أختار شركة مطور أو شركة BMT إدارة مشاريع Project Management BMO Office Project Management Office، دولة يساعدون في تطوير الفكرة ومتابعة واختيار المكاتب الهندسية والتأكد من ضمان مخرجات المكاتب الهندسية وبالتالي اختيار المقاولين وبالتالي مراقبة العمل. فهي منظومة كاملة زي ما احنا نشوفها الآن في حقيقة في تجارب هامة جدا جدا كبيرة مثل الهيئة الملكية الجبيل وينبع أو أرامكو السعودية أو كذا، في عندهم أو شركة كهرباء عندهم يعني إدارات خاصة بالبي ام تي، يعطون شركات خاصة بإدارة المشاريع. احنا اللي موجود عندنا الآن في فصل، صاحب البيت أو المطور يروح مكتب الهندسي شراء الأرض للأسف ما يتأكد من الأرض هذه مضمونة بشكل صحيح، لغير ملزم مثلاً اختبارات التربة. أما إذا نتكلم عن موضوع التصنيف، السؤال اللي أنت ذكرت لي فيه التصنيف، إحنا زي ما ذكرتك سابقاً إحنا كهيئة معنية بتنظيم القطاع ساعين وبقوة في تنظيم هذا القطاع الهام جداً وتأهيله لاستيعاب المشاريع القادمة بعون الله. وهذا بعون الله الهيئة لما تمكن بما نراه، وإن شاء الله الدولة بعون الله يعني ستقوم بتمكيننا مع للعب دورنا، ستأكد أنا أنه لن يدخل مقاول إلا يكون عند الحد الأدنى. أي واحد يتعاقد مع مقاول ممكن يدخل على النظام ويفهم ويعرف يعني هذا المقاول كيف أداء مع الزبون السابق وكيف هل سحبتم تراخيص من مقاولين موجودين في الميدان؟ طبعا 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 هذا جزء مهم جدا من المنظومة. ترخيص مش بس ترخيص، يعني في فرق بين مقاول العام، في فرق مقاول متخصص، في فرق مقاول تشطيب، في مقاول بنية تحتية يعني، ومتطلبات لكل واحد فيهم حد الأدنى من الخبرات ومن الأصول
على أساس يكون قادر على أنه قد حجم الميكنة حجم، لأن إحنا برضو نسعى إحنا كهيئة لتفطير بعد كبير أكثر من كذا اللي هي أنماط البناء نفسها، تقليل عدد العمالة، استخدام الميكنة لجلب العناصر السعودية والوطنية في هذا، هذا كله يحتاج تمكين ويحتاج تعاون. أما في الآنيا أنا إذا فينا نتكلم الآنيا، أنا إذا لي أن أنصح أي أحد اليوم يبغى يشتري فيلا، أولا يجب أن يعلم يشتري من مين، لأنه للأسف النظام الآن يعني ما هو يعني لازم تحمي نفسك بشكل أو بآخر، على الأقل تثقف نفسك أو تختار من تثق فيه يبحث لك. هو ياخذها من البنك، هو ياخذها من البنك جاهز مجهزه مهندس؟ لا هو البنك، لا عاده معلش البنك انت تروح للبنك وليس العكس. يعني خلونا نكون واضحين، احنا انا مطور في عملي الخاص واعلم هذا الكلام. انت عاده البنك لا يروح يشتري، انت تروح للبنك لانه يتعامل معك انديفيدوال، والبنك هو المسؤول، هو المالك، البنك يعني تعطيه انت المنتج وهو البنك في الاخير يمول، مشكله مية بالمقاول. فبالتالي القضيه انك انت تتاكد انه المطور هذا يعني عنده تاريخ جيد، اختياره عنده منظومة إشراف أو منظومة بروجكت مانجمنت جيدة، وبالتالي على أساس زائدا أن وزارة التجارة أن عقودها منتظمة مع وزارة التجارة. الأهم بس جزئية بسيطة أبي أعرج عليها قبل ما أعطيك قضية العقد، وأنا أتفق مع الأستاذ المحامي مهم جدا جدا، إحنا مشكلتنا العقود يمكن محاكمنا اليوم يعني تعاني أغلب يمكن مشاكلها كلها من صيغة العقود. طيب شكرا لك مهندس سامح، إحنا وقتنا أزف على النهاية. تعليق سريع، تعليق سريع أن المشكلة لا هي بالعقد ولا هي بالمقاولة، المشكلة باللي يبني المالك هذا المطور الصغير اللي يبني ويبيع، هذه هي الكارثة. هذا هو اللي يمشي، ما في رقابة عليه، ما في رقابة، هذا هو اللي يمشي المقاول على كيفه يعني، ويصيغ العقد عبارة عن صفحة واحدة بينه وبين المقاول. طيب هذه الكارثة. أشكركم ضيوفي، احنا كان ودنا نتكلم أكثر عن القضية لكن وقت الحلقة أزف على النهاية. شكرا لك مهندس تركي الحسيني مستشار هندسي، المحامي أستاذ سلطان النزي يعطيك العافية، أيضا ضيوفنا من الدمام المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، والدكتور بسام غلمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين. يعطيكم العافية، شكرا لكم ضيوفنا. والآن مشاهدينا الكرام نتوجه إلى صوت المواطن. طيب في صوت المواطن مشاهدينا مجموعة ملهمتي، هذه المجموعة اللي تضم شباب سعوديين متطوعين في ممارسة الفنون وتقديمها للجمهور، ففي حديقة ملهمتي الذي أصبح قبلة السواح في مدينة أبها والتي غالبا ما تفوز بالسبق الفني في كل صيف إلى جانب عشاق مناخها وطقسها البارد. نشاهد التقرير ثم نعود. إعادة التدوير هي أحد أهم الفنون العالمية التي اهتمت بها الإنسانية للحفاظ على البيئة، وهي أحد اهتمامات الرؤية الوطنية 2030، ليترجمها الحال في حديقة ملهمتي بمدينة أبها بجهود شبابية تطوعية ساهمت في جذب أهالي المنطقة وزوارها ليجدوا في هذا المكان إبداع أنامل آمنت بضرورة الحفاظ على البيئة وتوعية الناس من خلال الفن والإبداع. انطباع المشروع هذا طبعا اشتغلنا فيه كشباب سعوديين مبادرين متطوعين، عملنا بشكل فريق واحد لمدة أو من مدة تقريبا 4 أشهر، حتى أخرجنا هذا المخرج إلى الوقت الحالي لا نزال في المراحل الأولى، باقي لها أكثر من مرحلة إن شاء الله ويتم العمل عليه بشكل كامل. تشارك الشباب والشابات في صناعة هذا المحتوى الذي حول المواد التالفة من جذوع النخل والأبواب التالفة وإطارات السيارات وغيرها إلى تحف فنية باتت غاية في الجمال. احنا فريقين، فريق بنات وفريق شباب، الحمد لله يعني فريق منسق مع بعض البعض، مكمل لبعض البعض بالأفكار بالعمل بالتنفيذ بكل شيء الحمد لله. بالنسبة لانطباع الناس عن المشروع جدا جدا فوق الرائع، يعني دائما ما شاء الله يجون يسألوننا انتوا اللي سويتوا هذه، انتوا احنا مفتخرين فيكم، انتوا شباب سعودي، انتوا قدوة لنا، فاحنا كمان مفتخرين في انفسنا. كما ساهمت هذه الفكرة في توعية المجتمع ورفع الحس الفني باستخدام المخلفات وتحويلها الى مواد ذات منفعة كبرى واستخدامها كمقاعد للجلوس واحواض لاشجار الزينة وغيرها من لمسات الابداع المختلفة. إذن ها هي إعادة التدوير باتت رسالة عالمية للحفاظ على البيئة ومحل اهتمام الرؤية الوطنية 2030
ليترجمها الحال بحديقة ملهمة. القناة الإخبارية، عبد الله العبيد، أبها. إذن هذه هي حديقة ملهمتي، والحديث عن هذه الحديقة الجميلة أحد الوجهات في أبها. معنا من هناك من أبها الأستاذ محمد اليوسي، مؤسس وقائد مبادرات ملهمتي. حياك الله أستاذ محمد ومساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. يعطيكم العافية صراحة على هالجهد الجميل، وكيف يعني عملتم إعادة تدوير لبعض الأشياء اللي عادة لا تستخدم وقدرتوا تسووا منها شكل فني جميل. كيف جاءتكم هذه الفكرة؟ لا يا أخي، احنا أنا أود التعريف بالمجموعة أولا، وهي مبادرات، مجموعة مبادرات شباب سعوديين يقدمون أفكار هادفة ولكن عن طريق الفن. كان هدفنا هذا السنة أن نقدم مبادرة تجاه البيئة، لأن أنت تعرف منطقة عسير ما شاء الله منطقة بيئية بامتياز، تتمتع بالجو وكذلك طبيعة جميلة جدا، وكان يجب على أهلها يعني أن يحافظوا عليها ليحافظوا على هذا الجمال. كان دورنا كفنانين أن نقدم مبادرة، المبادرة عبارة عن إعادة تأهيل المخلفات والنفايات لتقدم إلى المجتمع وإلى المتاحف والأعمال الفنية، ولكن بطريقة مختلفة يتقبلها الجمهور، لأن أنت تعرف أن كلما تعاملنا بفن وبعاطفة تجاه الأشياء كلما تقبلها الإنسان بشكل أكبر. جميل. طبعا تطبيق هذه الفكرة كان من متى؟ يعني هل هو من الصيف هذا ولا من فترة سابقة أيضا؟ والله هي كفكرة، هي أنا شخصيا تراودني الفكرة من فترة طويلة تقريبا من سنتين، ولكن ظهر الوقت المناسب، وكان في اتفاق بيننا وبين أمانة منطقة عسير على تسليمنا للموقع في حديقة في قلب أبها. حاولنا أن نقدم فيها الأفكار، بدأنا العمل تقريبا من الشتاء الماضي، ابتدأ عرض الأعمال من تقريبا من رمضان الماضي، الحمد لله يعني حققنا كثير من الأهداف اللي خططنا لها. جميل. أيضا يعني أود أسألك أستاذ محمد عن الكوادر اللي معك والمتطوعين اللي معك، كيف قدروا أنه يعني أنك تضمهم معك في الفريق، وأيضا قدرتم تطلعون بهالفن؟ يعني هل هناك متخصصين يعني معكم، فنانين رسامين؟ والله إحنا مجموعة يعني الحمد لله كل ما لا تكبر أكثر من المهتمين والفنانين والمختصين في الأعمال اليدوية. إحنا مواطنين بسطاء، ولكن نحاول أن نقدم أفكارنا، إحنا يعني نقوم بواجبنا تجاه البلد وتجاه البيئة وتجاه الوطن، لأن من الظلم أن يوكل كل الأعمال التي نراها في الشوارع وفي المنتزهات إلى الحكومة. نريد أن يكون لنا كذلك بصمة، لأن هذه الأرض ملك لنا جميعا، ويعني أمانة عسير أعطتكم هذه الصلاحيات وساعدتكم، صح ولا لا؟ والله شخصيا أنا أشكرهم من أعماقي لتقديمهم أولا لإيمانهم بهذه المبادرة على رأس سعادة الأمين، لأن أنت ما يعني المجتمع في البداية ما تقبل أن يرى النفايات بهذا الشكل، المجتمع لا زال يعني لم يتقبل أن يرى الأشياء التي مهملة، لا يستطيع أن يراها في أماكن عامة بهذا الشكل. هم آمنوا فيها رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا في البداية، ولكن الآن الحمد لله حنا حققنا النجاح ووصلت فكرتنا، ونأمل إن شاء الله في المستقبل أن نتطور ونتلافى الأخطاء الماضية، وكذلك أن نتوسع على مستوى المملكة بإذن الله تعالى. جميل، أن الأمانة فعلا تشرك أبناء الوطن أنهم يحاولون يعني وضع بصمة لهم، بالذات في موضوع السياحة. كنا حين الآن مقبلين على يعني تطوير المدن السياحية أكثر، يعني فلكم دور كبير الفترة الجاية سيد محمد. أكيد، وأنت تعرف يعني السياحة خاصة في منطقة عسير، عندما أتحدث عن منطقة عسير أن 90% من المنتج السياحي ويخص البيئة والطبيعة. صحيح. فإذا لم نحافظ على البيئة والطبيعة سوف نخسر كثير من عائدات السياحة والأشياء التي يحتاجها المجتمع في السياحة. جميل. الآن الحمد لله يعني أنا وصلتني بعض الأخبار أن هناك اتجاه حكومي لإنشاء شركة
أعتقد شركة حكومية تعني بإعادة التدوير، نأمل إن شاء الله نراها في المستقبل. جميل. ونتعاون معها ويكون أكيد. للمجتمع إن شاء الله بصمة كبيرة بإذن الله. أكيد يعطيك العافية سيد محمد، وإحنا نتشرف صراحة باستضافتك ونتمنى لكم التوفيق حقيقة على هالجهود اللي تقدمونها. هذا هو دور شباب الوطن صراحة، أنهم يصنعون التنمية في الوطن في كافة المجالات. شكرا لك سيد محمد اليوسي، مؤسس وقائد مبادرات ملهمتي، كنت معنا من أبها. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. سيدي الإخبارية، يتجدد معكم اللقاء غدا عند 6 مساء. لا تنسوا متابعة حساب البرنامج في تويتر. إلى اللقاء.